يتواصل التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا بين قوات الحكومة السورية مدعومة بالطيران الحربي الروسي من جهة، والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقاً من جهة أخرى، مخلفاً المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار مادية في المناطق المستهدفة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قصفاً مدفعياً نفذته قوات الحكومة السورية على أطراف بلدات كنصفرة والبرة والفطيرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أسفر عن إصابة 3 نساء يعملن بقطاف الزيتون بجروح خطيرة. في السياق، قصفت قوات الحكومة بقذائف الهاون قرى كفر تعال والأبزمو وكفر عمة وبلدة كفر نوران بريف حلب الغربي، ما أدى لاشتعال النيران في المواقع المستهدفة دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين قتل عنصر من الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي متأثراً بجروح أصيب بها بقصف حكومي على محور الملاتشة جنوبي إدلب. يأتي هذا بالتزامن مع قصف القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة نقطة للاحتلال التركي بقرية آفس بريف إدلب الشرقي، ما أسفر عن دمار كبير بالنقطة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. ومن جانبها، قصفت هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقاً والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بحسب المرصد مواقع لقوات الحكومة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن إعطاب آلية عسكرية. وجاء هذا التصعيد بعد مقتل ضابط بقوات الحكومة بقصف مدفعي لهيئة تحرير الشام الإرهابية على محور قرية الصراف بريف اللاذقية الشمالي، فيما أصيب آخر جراء استهدافه من قبل الهيئة على جبهة معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.